الليلة نبدأ بضيفنا مباشرة لأنه معنا الآن جاهز. نرحب بالسيد فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. سيد أوغلو مساء الخير، نسأل ما أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد 12 عاما من آخر مرة كان فيها الرئيس أردوغان في القاهرة؟ مساء النور. طبعا بالنسبة لهذه الزيارة، يعني أنا أعتقد هي مرتبطة بمتغيرات الوضع الإقليمي بشكل كبير في رأسياتي. إذا بدأنا بتركيا، تركيا تشهد تراجعات اقتصادية واضحة، تراجع الليرة أمام الدولار بشكل سيء، حقيقة ليس بشكل حتى عادي، أقل من ذلك. أيضا التجاذبات في شرق المتوسط وصلت إلى حد الصدام العسكري بين تركيا واليونان ومن خلفها فرنسا، ونعلم مدى التحالف الذي حصل بين اليونان ومصر في هذا القضيه. اظن ان تركيا تريد سحب الدوله المصريه من ذلك التحالف. النقطه الثالثه، الاستغلال الاسرائيلي لما يحصل في غزه ومحاولتها لانهاء القضيه الفلسطينيه، وهذا بحد ذاته تطور اخر للسيطره على الشرق المتوسط من تلك المناطق، ايضا من مساله الغاز وغيرها، اضافه الى ان تريد تركيا ربما التوسع الاقتصادي بشكل كبير بينها وبين مصر كعلاقات ثنائية، أيضا أن تكون ربما مصر انطلاقة إلى بعض الدول الأفريقية، بسبب أن كان هذا ربما مشروعا مع السودان، لكن ما يحصل مع السودان خصوصا بعد الانقلاب على البشير لم يعد هذا المشروع قائما في أن تكون السودان انطلاقة لكثير من المشاريع التركية باتجاه أفريقيا تلك المنطقة. أظن أن ربما الآن مع مصر، كون أيضا أصبحت مصر ربما الشريك التجاري الأكبر في أفريقيا. نعم. لتركيا. طيب، هي الزيارة بالتأكيد متعددة الزوايا والملفات. تركيا والرئيس أردوغان بالتأكيد سيتحدث عن ليبيا وعن المتوسط وعن السودان وعن غيرها من الملفات، ولكن ما نود التركيز عليه الحقيقة هو غزة، على اعتبار بأن غزة الآن تنزف، تواجه عدوان غير مسبوق. فنسأل ماذا في جعبة الرئيس أردوغان ربما لطرحه فيما يتعلق بغزة على نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ هل نتوقع يعني حلحلة ما في التعاطي مع غزة الحقيقة التي تواجه مشكلة حتى في دخول المساعدات؟ أولا كانت القضية الفلسطينية أو غزة تحديدا هي التصريح الأول لكلا الطرفين، تكلموا بداية عن غزة عن كلا الطرفين. أيضا هنا قبل الوصول إلى مصر وحتى الوصول إلى الإمارات قبلها، كان أيضا تصريح لأردوغان يقول أن على علينا أن نلزم أو نجبر إسرائيل بالاعتراف بمسألة الدولتين، لكن كيفية هذا تطبيق الأمر أنا لا أعلم، لأن أظن أن تصطف تركيا خلف مصر في دعمها بشكل مباشر، لأن الدخول على رفح ربما يهدد السلام أو اتفاقية السلام بين الطرفين. ربما هذه نقطة انطلاق جيدة، لأن أيضا تركيا تحتفظ بأوراق حماس، لديها قيادات موجودة، لديها الدعم في هذا السياق، لديها يعني أيضا لديها تواصل مع إيران أيضا في هذا السياق. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أراه أن الضغط التركي وحتى المصري قبلا، يعني قبل هذه الزيارة، كان ضعيفا على الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أظن بيدها أكثر التحكم في مسألة الحرب في غزة، وهذا الأمر أظن يجب الآن بعد التلاقي على الأقل بين الرئيسين أن يصبح الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أكبر، لأن هذه المنطقة في النهاية تعيش فيها مصر وتعيش فيها تركيا ولا تعيش فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هذه المنطقة منطقة سكان هذا الإقليم. هذا أيضا يجب وضعه على الولايات المتحدة الأمريكية التي هي ليست من سكان هذا الإقليم، ولا حتى روسيا التي متواجدة في سوريا. أيضا أظن النقطة الثالثة هو تفعيل العلاقات الأوروبية. ليست كل أوروبا هي متفقة أو موافقة على هذا الحرب، سمعنا إسبانيا، إيرلندا، بلجيكا، يعني يجب أظن تنسيق جهود أكثر بهذا الشأن، وإلا سيبقى كل هذا الضغط يعني ورق حقيقة، يعني ضغط على ورق لا يفيد، يعني لا يفيد. لكن
الواجهة الحقيقية لهذا الضغط تبدأ عبر مصر. هذا ما أقرأه من خطاب الرئيس أردوغان هناك في مصر أو قبل ذلك. وإذا دعمت تركيا بشكل كبير مصر في هذا الأمر، طبعا خلفها ربما الدول العربية إذا فعلت ذلك، يصبح الموضوع أصعب على إسرائيل، أقلها تهديد بفسق اتفاقية السلام. طيب يعني في هذا السياق سيد أوغلو، لا ترى أنه الرئيس أردوغان ربما يبادر مبادرة قد تثير يعني في هذا السياق، أن يبادر بزيارة معبر رفح صحبة الرئيس المصري أو بدونه؟ هل تراه قد يبادر في هذا الاتجاه؟ حقيقة ليس لدي معلومات إذا كان سيبادر إلى الذهاب إلى هناك، ولكن هل يفيد هذا الذهاب بأن لا يصبح هناك يعني كرسالة تحدي إلى إسرائيل؟ لأن قبل ذلك عندما كان رئيس أردوغان قال أن رفض أن حماس كمنظمة إرهابية وقال هي جبهة جهادية تحررية، تماما ما قالته إسرائيل، قالت تركيا هي اللسان الناطق عن حماس. فزيارة مثل هذه إذا كانت ستؤجج الموقف أكثر، بمعنى أنه تصبح تحدي لإسرائيل وتزيد الهجوم في غزة أو الولايات المتحدة الأمريكية تراه هذا الشكل أيضا، ربما قد لا يكون ذلك الزيارة. أو إذا كانت هناك فعلا يعني صيغة تحدي يريدها، وأنا أستبعد ذلك نوعا ما، قد تكون هذه الزيارة. لكن ما يهمني في هذه القضية أن يكون الدعم التركي ثابت قوي، وليس فقط يعني أن يكون أقاويل ليس أكثر. نعم. أن يكون هناك ضغط هذا 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 هو المهم. كما أشرت يعني القول سهل ولكن الفعل هو المطلوب، لأنه كما تعلم سيد أوغلو الكيان الإسرائيلي المحتل وهو يحتل الأرض ويعني يقتل المواطن الفلسطيني أكان في الضفة أو في غزة، ومع هذا تأتيه الزيارات المساندة الأوروبية وعلى عينك تاجر يعني أمام رؤوس الأشهاد كما يقال، ويأتيه السلاح الأمريكي وأمام مرأة ومسمع من الدول العربية والإسلامية، ولا أحد يتساءل لماذا السلاح والمحتل الصهيوني يقتل الفلسطينيين، ويأتيه الدعم أشكال والوان. هل ترى أنه الآن فرصة والحقيقة، وأنا لا آتي بجديد، يعني الشارع العربي لم يكن تمام الرضا على الموقف التركي طيلة الشهور الأربعة لهذا العدوان، الموقف التركي الحقيقة لا أقول كان مخيب ولكن كان دون مستوى تطلعات شعوب المنطقة. هل تكون، وهنا سؤالي، هل تكون هذه القمة بين الرئيس أردوغان والرئيس المصري ربما بداية لتحريك في المواقف وفاعلية في التعاطي مع ملف غزة من حيث الدعم بالمواد الغذائية والتهديد ربما حتى بالدعم بالسلاح؟ لما لا، على الأقل من باب التهديد حتى يشعر المحتل الصهيوني بأن غزة ليست وحيدة. أنا أتفق معك في هذا الأمر. أولا هذه الزيارة باتجاه مصر أظن ستقوي الموقف في كل التأكيد، يعني هذا أنا أراه واضح على الأقل لإثبات ذاتها. تركيا كقوة عسكرية قوة هائلة جدا، يعني حتى الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يصطدم مع الجيش التركي، ولكن هل هذا وارد؟ مستحيل، بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت قوتها العسكرية بالتهديد، يعني عندما ترسل بارجتين هو تهديد صريح عسكري لكل المنطقة. الآن ربما تتغير نوعية التعاطي في هذا الأمر. النقطة الثانية، التهديد بتوريد السلاح إلى حماس أظن هو أمر وارد جدا، لأن بعد ذلك ماذا سيكون؟ يعني هل تستطيع مصر أن تضيف إلى مشاكلها مشاكل أخرى؟ مصر حقيقة لديها دائرة نار، لعدم استقرار في ليبيا كما تريد، السودان بشكل خطير، الحرب الأهلية، قطع المياه من أثيوبيا هذا بحد ذاته يدمر الدولة المصرية وهذا شيء خطير جدا، والآن الحرب على أراضيها في سيناء وأكثر من 2 مليون شخص قد ينزحون إلى من أراضيهم باتجاهها، هذا يعني أظن لا يوجد كارثة أكبر من ذلك. ولذلك أظن أن مسألة التهديد بالسلاح ليست بعيدة، أنا أقرأها بين السطور من الأردن ابتداء عندما قالت
أن الملك الأردني في الأمس قال شيء لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وأيضا قالوا هو تهديد بإعلان الحرب على الأردن. الآن المواقف المصرية تزداد شدة، لكن أنا أظن الآن بعد الزيارة يجب أن تكون حازمة أكثر، بمعنى أن لا لدخول رفح مثلا، وكل السيناريوهات واردة كما قالوا في الأمس، يعني هذا يعني أقل جيد. اليوم جبهة الجنوب اللبناني ستشتعل، وهذا ما يظهر يعني في الساعات الماضية. نعم صحيح. نعم، وحتى بعد خطاب حسن نصر الله في الأمس بدأ هذا التصعيد. أنا أظن أن الوضع الإسرائيلي سيء، ويمكن الاستفادة من هذا الأمر، لأن لا تستطيع أظن إسرائيل أن تقاتل على جبهتين أو أكثر كعسكريا وحتى سياسيا. يعني أظن أن الوضع مناسب الآن للضغط بشكل كبير على هذا الأمر، ولكن كما قلت على تركيا أن تكون فعلا واقفة وقفة حقيقية كما تفضلت، أن يكون هناك تهديد مبطن لإسرائيل ببعض الأمور ولتوقف الحرب على أقلها، ليس لشيء آخر يعني. صحيح صحيح. السيد فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من إسطنبول، أشكرك جزيل الشكر.